بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة. أعتقد أن مباراتنا ضد نادي قطر بتكون مباراة مهمة، نفس المباراة اللي طافت. الفريق في إطار الاستعدادات، خاصة أن المجموعة مستعدة ذهنيا بعد النتيجة الإيجابية اللي حققناها ضد فريق السيفيا. ومن هذه المناسبة نتمنى الشفاء العاجل للكابتن هشام اللي ما بخل بالنصائح بالنسبة للفريق وكان دائما داعم لنا. ونشكر بعد الإدارة على وقفتها وعلى معنويات اللي رفعتها حق اللعيبه على اساس يكونوا جاهزين حق المباراه القادمه. اكيد نادي قطر فريق قوي يسعى حتى هو للافضل، بس ان شاء الله ما راح يكون على حساب نادي الشمال، لان احنا مستعدين ان شاء الله للمباراه استعداد كامل ذهنيا وتكتيكيا وبدنيا ان شاء الله، واللعيبه ما قصروا ان شاء الله، بيبيضوا الوجه ان شاء الله. الف شكر.